لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله تعالى أن يعيد هذا العيد عليكم بالخير والبركة. العيد الذي تتفق أجواؤه بين البلدان وتختلف حسب العادات والتقاليد وطبيعة البلد. رقعة الإسلام واسعة حول العالم، واختلاف أعراق المسلمين بين عرب وعجم وترك وآسيا وأفريقيا، كل ذلك أو كل يطوع عاداته في هذا اليوم حسب ما تقتضيه العبادة وإرضاء ربهم عز وجل. نمر اليوم على عدد من البلدان الإسلامية، نسأل عن أجواء العيد حسب التقاليد المتبعة في هذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله أن يعيدها عليكم بالخير والبركة. لو بدأنا من المغرب، ضيفنا هنا في الاستديو الأستاذ زهير عطوف الباحث والكاتب. مساء الخير أستاذ زهير. مرحبا وعيدكم مبارك. بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير. بارك الله. حدثنا عن المغرب في العيد. في حق المغرب، في اعتقادي أنه الأجواء بتاع العيد في العيد الأضحى هي أجواء استثنائية بلا شك. جميع دول المغرب العربي نقول بأنها أجواء استثنائية. لماذا؟ المغرب فيه مزيج من الثقافات ما بين الإفريقي والعربي والأمازيغي والأندلسي والأوروبي، فهذه الثقافات والأجناس أعطت لهذا العيد رونقا خاصا به، لأنه قبل العيد نحن في المغرب نستعد للعيد قبل العيد، ففي أيام عرفة مثلا ويوم عرفة وأيام ذي الحجة العشر الأوائل العشر نعم نعم العشر الأوائل يكون هناك استعداد أول لشراء الخروف، ثم هناك استعداد بالأشكال وأنواع الحلويات وأيضا شراء اللبس التقليدي والزي التقليدي المغربي المتمثل في الجلباب المغربي والبلغة المغربية. هناك زي خاص للعيد؟ نعم نعم، في المغرب هناك زي موحد نقوله، يعني في يوم العيد يكون الجلباب المغربي حاضر، يعني حتى يوم الجمعة، هذا شيء طبيعي يكون حتى يوم الجمعة، لكن يوم العيد لأن تكون عندنا احنا مصلى يعني في المغرب عندنا نعم معروفة يعني يصلي فيها الناس وكذا. إضافة لهذه الأمور يعني المتعلقة بالتقاليد والعادات، هناك عادات أيضا ما زالت مترسخة تتمثل في الإحسان إلى ذوي الناس ذوي الدخل المنخفض والذين ليس لهم القدرة أن يشتروا العيد في هذا، فهناك جمعيات وهناك أيضا ناس أغنياء أيضا يساهمون في هذا الأمر، حتى الناس بتاع السلطة يعني المحافظ المدينة أو يعني تبحث نعم. عن من يريد أن يضحي ولا يملك ثمن لا يملك الأضحية. ثمن نعم نضع الأضحية، فتجد بعض الجمعيات حتى تجد على مستوى الحي على مستوى أنا مثلا أخي يشتغل في هذا الأمر يعني بتاع بعض الجمعيات أو بعض ليس ضرورة أن يكون مؤطر في جمعية، ولكن الناس بتاع الحي يجمعون الأثرياء والميسورون يعني حتى عنه. الناس اللي في أحياء شعبية تجمع للناس الذين لم يعيدوا، لأنه رغم أنه هذا ليس واجبا العيد يعني أو شراء الخروف، لكن بعض المرات هؤلاء الأسرة يكون عندها أبناء، يكون هناك تنافس ويكون هناك بعض الأبناء يعني يحسون بشيء من الضيق نظر لأن جيرانهم اشتروا عيد، فبيكون هذا الجمع بعض الخرفان وتوزيع على الفقراء والمساكين، فهذا أيضا طقس في اعتقادي طقس مهم جدا، فيه نوع من الإحسان نوع من نوع من التكافل الاجتماعي الفرحة. نعم التكافل يعني. الاجتماعي ومشاركة الفرحة للفقراء أيضا، وأيضا الأغنياء الحمد لله هذه فرصة أيضا الأغنياء أيضا في أن يزكوا بمالهم يزكوا بمالهم ويعطوا أضحية لمجموعة من الناس، فهكذا في اعتقادي في أنه هو موسم حقيقي في الحقيقة في المغرب، يكون موسم حقيقي يعني في جميع الجوانب وجميع الجوانب الحقيقة. هناك عدة بلدان أنا سمعت أنها تشترك بهذه الصفة أن يجمعوا ثمن الأضحية لمن لا يملك الثمن. نعم. دعنا نشرك ضيفنا من إسطنبول الشيخ محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية عبر سكايب. السلام عليكم شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، ربنا يعيد إليكم الأيام والأعياد سنوات بارك الله فيك إن شاء الله. شيخ محمود، لو تحدثنا عن تركستان وأجواء العيد فيها.
طبعا كما قال ضيفكم الكريم، رغم أن الأمة الإسلامية أمم مختلفة من الناحية القومية واللغوية والأعراف والتقاليد، ولكن هناك بعض المناسبات تجمع الأمة جميعا على مستوى العالم كله، منها طبعا العيد الأضحى أو عيد الفطر. الكل يجتمع يعني للصلاة وللأضحية وغيرها، ولكن هناك لكل بلد يعني عادات وتقاليد وأعراف قد تختلف كثيرا أو قليلا. أما بالنسبة للشعب التركستاني، عندما أتحدث عما قبل 5 سنوات، يعني ليس الآن، عندما كان هناك أجواء كان المسلمون أن يحتفلوا بالأعياد وبالمناسبات الدينية، ولكن منذ 5 سنوات، يعني هذه السنة كيف يمر لا نعرف إلى الآن، بسبب الإغلاق الكبير وبسبب المنع حظر التجول والانتقال من مدينة إلى أخرى، يعني أجواء العيد اختفت كثيرا، ومظاهر العيد أيضا اختفت كثيرا في السنوات الأخيرة. ولكن نعم، يعني قبل عام 2017، يعني عندما كان هناك نوع من الحرية، ولو حرية بسيطة أو قليلة، كان المسلمون طبعا أول شيء، عندنا الشعب التركستاني اهتمام لتربية الخروف، هم في ظنهم يقولون الخروف المضحى يجب أن يكون عمره 2 سنوات، ولذلك خاصة في القرى والأرياف الناس يهتمون بالخراف جدا، خاصة المجهزة للذبح في العيد، يربونها ويطعمونها يعني حتى يكون سمينا، ويربي على الأقل 2 أو 3 سنوات حتى يكتمل وزنه ويكون من الناحية الشرعية يعني أنها مكتملة مقبولا في الأضحية. نعم، هذا أولا. نعم، تربية الأضحية يعني هذا يربونها منفصل عن باقي الخروف، يعني هناك اهتمام كبير بالنسبة لتربية الخروف طبعا. وبعد واللبس الجديد بالنسبة في الأعياد خاصة للأطفال والشباب والشابات، يعني الأسر رغم أن رب الأسرة قد لا يجدد ملابسه، لا يلبس جديد، ولكن يهتم أن يكون لباس أولاده لباسا جديدا، خاصة بالعيد. أيضا في العيد الشباب وكبار السن كلهم يلبسون ما يسمى الدبة مثل هذا، يعني ولكن بألوان مختلفة يلبسونها في العيد، غطاء للرأس، يعني هذا يميز المسلمين عن غير المسلمين. أي واحد عندما يلبس مثل هذه التقية يعرف الجميع أنه من المسلمين، وإلا قد لا يكون هناك تمييز ما بين المسلمين وغيرهم في بعض المناطق، ولذلك خصوصا في الأعياد المسلمون يلبسون مثل هذه التقية بألوان مختلفة طبعا. طيب شيخ محمود، أنا رأيت، عذرا للمقاطعة، أنا رأيت على الشاشة قبل قليل بالفيديو هناك نوع من الحلويات كالخيوط، هل نتحدث عنه قليلا؟ نعم صحيح، يجهز مخصوص للعيد وخاص للعيد، ويعني يجهز. ماذا يسمى هذا النوع من الحلويات؟ نعم، يسمى السانزا، اسمه سانزا، ويعجن العجين أو الدقيق، ومن ثم يعني يشوى بالزيت. نعم، أغلب هذه الأشياء الذي يكون في العيد يشوى بالزيت في أغلبها، وهناك أشياء طبعا إما بالبخار، بخار أو بالطبخ يعني، ولكن هناك من الحلويات ما يكون مخصوص للعيد، يعني لا يطبخ مثلا في غيرها من الأيام، وإنما يجهز للعيد تجهيزا خاصا يعني بالنسبة للحلويات وأنواعها المختلفة. نعم. طيب شيخ محمود، الآن السلطات الصينية لكثرة ما ارتكبت بحق المسلمين، أعتقد أنه لم يعد هناك ملامح للعيد في تركستان. ملامح ظاهرة كما كان في السابق لم يعد، ولكن هم ذرا للرماد كما يقال في السنة الماضية بسبب تسليط الضوء الإعلامي على هذه القضية،
نشروا بعض الصور وبعض الفيديوهات أن المسلمون يصلون صلاة العيد ومن ثم يذبحون الخراف خروف وأشياء من هذا القبيل، ولكن هذا فقط للاستهلاك الإعلامي العالمي للعالم الخارجي، ولكن في حقيقة الأمر هناك بسبب يعني اعتقالات الكثيرة من كل أسرة هناك معتقلون، ولذلك مظاهر الاحتفال بالعيد قلت كثيرا أو اختفت في أماكن كثيرة. حتى الصلاة شيخ محمود، حتى صلاة العيد غير مسموح فيها بسبب من قبل السلطة الصينية. هم في السنة الماضية في العيد في عيد الفطر هذه السنة نشروا فيديوهات من مدن كبيرة أن المسلمون يصلون صلاة العيد، ولكن في القرى في الأرياف ماذا فعل المسلمون لا نعرف مع الأسف الشديد، بسبب قطع التواصل ما بيننا وبين من في الداخل مثلا لا نعرف هل صلى المسلمون صلاة العيد أم لم يصلوا، ولكن ما نراه ونسمعه ما هو مجرى على وسائل يعني على لسان الشهود أن مجرد التزام بالصلاة أصبح علامة من علامات التطرف، ولذلك المسلم الذي يصلي حتى وإن كان يصلي لا يصلي وهو ظاهر يعني مع الأسف الشديد. نعم. قد يصلي ولكن يعني في مكان لا يراه فيه أجهزة الأمن وكاميراتها وغيرها من الأشياء مع الأسف الشديد يعني. يعني مع الأسف شيخ محمود نحن يعني مطلعين على بعض ما يتسرب إلينا من أخبار المسلمين في غرب الصين في تركستان الشرقية، ونألم كثيرا لما يحصل لهم، ولكن ربما ليس باليد حيلة في الوقت الحالي بسبب ما تراه من حال المسلمين في البلدان الإسلامية. يعني حكام المسلمين ربما كلهم لا يفكرون بالإسلام ولا حتى ولا يحكمون بالإسلام، ولا وربما بعضهم أيضا يحث الصين على أن تفعل أكثر من ذلك. مع الأسف الشديد يعني كنا نسمع أو كان بعض الأساتذة كانوا يقولون العالم العربي والإسلامي، الدول الكبرى في مثلا في العالم العربي والإسلامي كقلب لأمة الإسلام، ما دام هذا القلب مريضا ومشلولا وعندها أمراض وملوثات، ولذلك أثر على جميع الجسم يعني مع الأسف الشديد. قلب العالم الإسلامي وقلب العروبة والإسلام سواء يعني في الدول الشرق أوسطية أو غيرها من الدول هناك يعني مشاكل كبيرة مع الأسف الشديد، وكثير من الدول مثلا نحن نحزن كثير من الدول التي يسمى دول سنية أو التي يحكمها حكام من أهل السنة أنهم يقولون أنهم يعادي إيران الشيعية مثلا، ولكنهم مع الأسف الشديد إيران عندها أجندة وعندها خطة، وهو يعني يؤيد كل من في العالم من الشيعة سواء في العالم العربي وفي العالم الغربي أو غيرها، يعني عندها مشروع كبير مثلا يخدم من يتبع مذهبه ومن يؤيده في أماكن مختلفة من العالم في أفريقيا وغيرها. أما الدول السنية مع الأسف الشديد لا يمد يدها لمساعدة إخوانهم من أهل السنة في كثير من البلدان مع الأسف الشديد، ومن ضمنهم طبعا نحن كتركستانيين أبعد الناس عن مساعدة إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. هذا طبعا مع الأسف الشديد لا في تركستان الشرقية ولا في اليمن ولا في سوريا ولا اللاجئين في البلدان الإسلامية أيضا يصلهم شيء من عون إخوانهم. هذا الحال للأسف في هذا الوقت، يعني عصر لا أدري ماذا يسمى هذا العصر الذي أو هذا العهد الذي وصل إليه المسلمون، لكن نسأل الله أن يفرج عن المستضعفين في الأرض في تركستان أو في سوريا أو في اليمن أو في كل بلاد الإسلام. في النهاية أشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا لك شيخنا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. سمعت سيد زهير
ما نعم تحدث به عن الحال في تركستان. أنا أريد أن تتحدث في المغرب نعم مع عن الأسف الشديد جزئية. أنه نعم هذا تفضل. الحال اللي كردستان هو يعني الكل نتألم لهذا الحال اللي موجود في كردستان الشرقية. كان أولى بالمسلمين وبالعرب بأن يكونوا يعني متعاضدين، وهل بلا شك أن عيد الأضحى عندما يأتي هو هذه القيم يدعو إليها. الإخوان بتاعنا في كردستان للأسف الشديد يعيشون اضطهادا ويعيشون إجراما من طرف الصين الشعبية الشيوعية الاشتراكية. مع الأسف نحن على الأقل كإعلام وكصحفيين وككتاب لابد أن تكون يعني نستحضر هذه القضية بشكل من الأشكال. فشكرا في كل أولا وقت. لكم نعم صحيح، لأنكم بارك الله فيك. وإذا عدنا للمغرب، يعني أنت تحدثت عن اللباس وعن نعم بعض العادات، هل هناك حلويات خاصة نعم في العيد كما رأينا الآن إذا رأيت على الفيديو نعم في هناك حلويات تركستان؟ خاصة في العيد. هو في العيد الكبير هو عيد الأضحى كما نسميه في المغرب عيد الكبير، الكبير أو نعم. عيد الصغير عيد الفطر. فتكون مثل حلوات أو حليوات كما يسموه في المغرب، حلوات. حليوات يعني من تصغير لحلويات، مثل البريوات، مثل كعز الغزال، مثل الغريبة. هذو الحلويات التي يبدو أنه اللي أنا أتذكرهم الآن موجودة في المغرب وتكون موجودة على الأطباق المغربي في العيد، يعني في الإفطار العيد. لأنه العيد كاين بعض الناس يعني تفطر بالكبد، يعني تنتظر حتى يذبح العيد، يذبح نعم الخروف إلى نعم آخره. لكن هناك في يوم العيد في الصباح عندما يصلى، عندما يذهبون إلى المصلى الناس ثم يرجعون، فهناك يكون إفطار فيه هذه الحلويات، فيه مسمن. المسمن المغربي عبارة عن قريب من الخبز، وأيضا الحرشة، وأيضا يعني مأكولات تقليدية مغربية خالصة تكون على مائدة الإفطار. وخاصة بالعيد. هي خاصة في الغالب، كاين بعض المأكولات خاصة بالعيد وكاين بعض المأكولات يعني تؤكل في المناسبات إن صح التعبير، هكذا نعم. الوصف الصحيح تؤكل طيب المناسبة. الأضحية، نعم الأضحية هل توزع على الفقراء، هل توزع على الجيران، أم أنها تؤكل في نعم يأكلها يعني البيت الذي يضحي بها؟ الأصل بصفة عامة أو الأصل هو أنه الأضحية لا توزع كلها عندنا في المغرب، بل توزع يعني تقريبا بعض الناس يوزعون الهدايا، يعني جزء منها يشي هدية كهدية جزء للجيران. منها الهدية يوزع في الغالب للفقراء. يكون أما ذراع أيسر، مثلا نحن في المنطقة بتاعنا اسمتها دكالة مثلا أبي وإلى آخره، فهناك الذراع الأيسر أظن هم يكون هدية. وأيضا فيه الصدقات لبعض الناس الفقراء وكذا، والباقي يؤكل. في الغالب في ثاني عيد يتم يعني تقسيم الحولي هذا الخروف، أو ثالث عيد فيتم يعني فيه جزء منه الهدية وجزء منه. وأيضا الجيران يعني أيضا توزيع هذه الهدية على الجيران وأيضا على العائلة، لأنه هذه المناسبة تكون أيضا أن العائلة تأتي لزيارة زيارة فيما بينها. ففي حق هناك طقوس استثنائية في حق ما زالت الحمد لله هذه من بركات هذا العيد وبركات هذه الأيام، أن هناك يكون تكافل. هناك أيضا بعض الناس يكون تخاصم ما بينهم الجيران وكذا، يكون هناك أيضا مصالحة في هذا اليوم. وأيضا أكثر من ذلك هو أن الجالية المغربية في هذا العيد بالضبط تأتي من الخارج. الجالية المغربية كثيرة في المغرب، يأتون إلى يأتون المغرب نعم يأتون لزيارة خصوصا من الأهل. أوروبا من الشرق الأوسط، يأتون إلى المغرب. حوالي إحنا في المغرب حوالي نقول يعني في حدود ما بين 6 إلى 10 ملايين يعني بالرسمي والغير رسمي. فبالتالي هناك الجالية كثيرة، يعني حوالي 5 ملايين يأتون من الجالية المغربية تأتي إلى المغرب. فأيضا هذا يخلق جو من الجو يعني جو آخر داخل المغرب، يعني فرحة أخرى بالإضافة للعيد أن الأهل نعم. يجتمعون أيضا في ولأهمية هذه المناسبة عند المغاربة، لأنه يعني يختارون هذا الشهر اللي فيه العيد فيأتون لزيارة المغرب، وبالتالي يبين أهمية العيد الأضحى عند المغاربة، رغم أنه كثير من الناس نسوا هذه الشعيرة إلى آخره. فلا رغم لأنه ارتباطهم بالخارج، خصوصا الناس تعيش في صحيح فرنسا صحيح. وتعيش في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، وبالتالي هؤلاء الناس رغم ذلك فيختارون هذه المناسبة. وهذا شيء مهم جدا يبين على عمق أصالة هذا الشعب إن صح التعبير، وارتباطهم وارتباطهم بهذه التقاليد وارتباطهم بهذه هل الأيام ستسافر هذا العيد إلى المغرب؟ هذا العيد كاين ظروف خاصة يعني يصعب أن نسافر، لكن أتمنى لو كنت في المغرب أقضي يعني أيام جميلة مع الأهل والأحباب والأصدقاء. يا سيدي يسر الله لك زيارة أمين. للأهل في أمين. العيد. دعنا نشرك أيضا الدكتور سعيد الأفغاني الباحث في الشأن السياسي من أفغانستان،
عبر سكايب. مساء الخير، السلام عليكم دكتور سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقدم لكم تحياتي أستاذي الفاضل وإلى المشاهدين جميعا. عفوا، لا نقدر حياكم الله. نتحدث معكم مرئيا، وبالتالي أنا في الخدمة. بارك الله فيك دكتور سعيد. نحن نتحدث عن العيد، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيده على أفغانستان بالفرج. يعني تحدثنا عن أجواء العيد في المغرب في تركستان الشرقية حسب العادات والتقاليد، يعني نريد أن نعرف كيف يستقبل الأفغانيون هذا العيد عادة، يعني ما هي أبرز العادات في عيد الأضحى؟ طبعا أنا كذلك أقدم لكم وللمشاهدين جميعا في أنحاء العالم الإسلامي تهنئتي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا باليمن والبركات. أستاذي الفاضل، طبعا أفغانستان وشعبها المسلمة يعني يحتفلون بالعيدين، عيد سعيد الفطر وعيد الأضحى، كما أن هاتين العيدين يعني تعتبر من أبرز الاحتفالات الإسلامية. والأجواء قبل العيدين وخاصة قبل عيد الأضحى في أفغانستان يعني متنوع جدا، حيث قبل العيد بأسبوعين ترى يعني أثر العيد، حيث الناس يستقبلون العيد بشراء الملابس الجديدة وكذلك بشراء الأضحيات المختلفة من البقر والغنم وغير ذلك، ويستقبلون العيد في الأيام القريبة بشراء الحلويات والمكسرات وغير ذلك استعدادا للعيد. وطبعا في يوم العيد يعني الأفغان عامة هم بعد صلاة الأضحى يرجعون إلى منازلهم ويضحون ما عندهم من الحيوانات والأضاحي، وبعد ذلك يقومون بتقسيم لحوم الأضاحي على العوائل الفقراء والمساكين، وكذلك يعني يدخرون بعض حصص من اللحوم، وذلك استقبالا لضيوفهم وتقديرا وإكراما لهم لما يأتون إلى المنازل. وطبعا بعدما ينتهون من الأضاحي وتقسيم اللحوم وغير ذلك، فيقومون أهل البيت باستعدادهم لاستقبال الضيوف. والأفغان طبعا يعني خاصة المعايدة تبدأ من أول يوم في العيد، وهناك يعني قبائل، والقبائل ورؤساء القبائل وزعماء القبائل هم يستقبلون في بيوتهم، أو كل المنزل أو بيت لهم يعني شيخ وزعيم المنزل، فيستقبل من قبل الصغار للعائلة للمعايدة وتوزيع العيد من قبل الكبار على الصغار. طيب دكتور سعيد، دكتور سعيد، هل هناك حلويات خاصة في العيد؟ طبعا نعم، حلويات خاصة في أفغانستان يعني واضحة، وهذه تختلف من منطقة إلى منطقة، من ولاية إلى ولاية أخرى، لكن لابد أن هناك معجنات، يعني أعتقد أن كل شعوب العالم الإسلامي لديها نوع من المعجنات يطبخ خاص للعيد. نعم، عندنا كذلك في أفغانستان في أول يوم يعني هناك يطبخ معجون خاص زي ما نسميه في بلدان العربي بالمعصوب الملك، يعني أنا حسبت ما شفته في السعودية نعم. يسمونه أي يعني نفس تقريبا يعني قريب إلى معصوب الملك، هذا يعني هو الشيء العام الذي يطبخ في أول يوم العيد و يأكلون منه، خاصة هذا يكون في عيد الفطر، يعني لأنه عيد الفطر يعني ما فيه لحوم زي عيد الأضحى، ولكن يعني في عيد الأضحى لأنه فيه لحوم
معصوب ملكي يعني يقل استعماله، ولكن يعني عامة هذا يستعمل عندنا، والعادة أخرى عندنا خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية أن المعايدة تكون في أول عيد، وكل قرية تجلس في أصحاب القرية الرجال يجلسون في المسجد وبعد الصلاة، طبعا ليس الصلاة هناك في القرى والجبال، يعني ليس صلاة العيد، ولكن يعني هم يجلسون وللمعايدة، وكل المنزل يحضر ما عنده في المنزل للمعايدة، يأكلون ويشربون ويتناولون ما عندهم. فبالتالي يعني هناك 3 أيام للعيد، هذه فقط للزيارات وللمعايدة. وبعد العيد تبدأ يعني الشباب رحلاتهم إلى المناطق الريفية، إلى المناطق الجبلية، إلى المناطق الخضراء. وتقريبا العيدين في أفغانستان ليس فقط 3 أيام، خاصة عندنا في قندهار في جنوب أفغانستان وجنوب غرب أفغانستان، يعني العيد تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع يعني تجري فيه، يعني الشباب يحتفلون ما شاء الله يخرجون يعني من أسبوعين أو 3 أسابيع. طيب دكتور سعيد، الآن في هذه الأيام العصيبة التي تمر على أفغانستان، كيف هي نسبة الأضاحي؟ والله يعني هذه المشاكل طبعا الشعب الأفغاني تعودت على مثل هذه المشاكل، وبالنسبتنا نحن يعني الحمد لله عاديين، يعني نحن لا نترك شعائر الإسلامية، والأفغان يعني عادة ما عندهم فإنه يقدم ويضحي ولا يبالي بأن بمثل هذه المشاكل. فأفغانستان على طبيعة الحال السابقة وكل شيء الحمد لله ممتاز، والناس يستقبلون الأعياد، لأن العيدين في أفغانستان من أهم الاحتفالات، حيث لها أهمية إسلامية وشعبية وثقافية وحضارية لدينا، وبالتالي يعني صاحب العائلة والبيت كل ما عنده فإنه ينفق على أهله وأولاده وعلى هذا الاحتفال السعيد، فيعني لا يبالي بالمشاكل والحالات الصعبة. فالحمد لله أن كل شيء ممتاز لله الحمد. الحمد لله وفرج الله عنا وعن أهلنا في أفغانستان. دكتور سعيد، بلغ تحياتنا لأهلنا في أفغانستان ومعايدتنا أيضا، كل عام وأنتم بألف ألف خير. شكرا لك الدكتور سعيد الأفغاني الباحث في الشأن الأفغاني، كنت معنا عبر السكايب. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهلا بكم مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى في هذه التغطية لأجواء العيد من بلدان مختلفة. الآن معنا من غزة السيد معاوية الصوفي عبر الهاتف. مساء الخير سيد معاوية، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم وشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية الإسلامية بألف خير. يا أهلا وسهلا بك. لو تحدثنا عن أجواء العيد في غزة وفي فلسطين بشكل عام، يعني في عيد الأضحى كيف تكون؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كما أسلفت سابقا كل عام وأنتم بخير، وأبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير، وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم بألف خير. أخي الكريم، الكل يعلم الحصار التي يفرض على قطاع غزة بالتحديد من القريب ومن البعيد، لذلك رغم هذا الحصار ورغم التضييق ورغم قطع الكهرباء
ورغم التضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني من جميع أنحاء الحياة، إلا أن أبناء غزة يحتفلون، يهللون، يكبرون، يحمدون الله عز وجل. لذلك نحن في قطاع غزة نهلل ونكبر بفضل من الله عز وجل. لذلك نقول لأمتنا العربية والإسلامية بأن غزة بخير رغم المؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد قطاع غزة بالتحديد، إلا أننا سنحتفل بهذا العيد رغم الآلام ورغم الجراح ورغم الحصار ورغم الشهداء ورغم الدمار ورغم دمار البيوت ورغم الأسرى الذين يعانون خلف قضبان الاحتلال ورغم الجرحى، إلا أن غزة ستنهض من قلب الركام لتقول للعالم أجمع بأننا صامدون، لا يمكن أن نتنازل عن الثوابت الوطنية. نحن بخير، أهالي غزة بخير، المقاومة بخير، وخير دليل على ذلك الأسواق في قطاع غزة الآن ممتلئة بالتهليل وبالتكبير وبالمارة وبالمتجولين. لذلك نطمئن جميع أمتنا العربية بأن قطاع غزة سيبقى صامد رغم المؤامرات التي تحاك ضده بالليل وبالنهار. سنبقى صامدون، سنحتفل بهذا العيد، سنحتفل في هذا العيد، سيحتفل أبناء الأسرى بهذا العيد وأبناء الشهداء وأبناء الجرحى والأهالي التي دمرت بيوتهم، سيحتفلون كل من رغم أضاحي الجراح. نعم أخي الكريم، هناك بإذن الله عز وجل سيكون هناك أضاحي، سيضحي أهالي غزة ليتقبل الله عز وجل، ولنري العالم أجمع بأن العيد بغزة ممزوج بالفرحة وبالألم، ممزوج بدماء الشهداء الذين هم أكرم منا جميعا. نعم، هل هناك يعني هل لديك معلومات، مثلا معلومات عامة حول العيد أيضا في أنحاء فلسطين الأخرى في الضفة الغربية في القدس؟ هل كان قبل الاحتلال، هل تذكر أنه كان لزاما على الناس في فلسطين أن تذهب أن تصلي في الأقصى مثلا أو في المسجد الخليل صلاة العيد؟ نعم أخي الكريم، الاحتلال هذا ينغص حياة أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال الحواجز ومن خلال منع أهالينا في قطاع غزة من أداء الصلاة، من خلال أداء الشعائر الدينية. كانوا أهالينا في قطاع غزة يذهبون ليصلون صلاة العيد في القدس وفي الخليل في الحرم الإبراهيمي الشريف، إلا أن العدو الفلسطيني كما يعلم الجميع من خلال الحواجز ومن خلال ما يبني من حواجز ومن خلال ما يبني من أسمنت لمنع دخول أهالينا من قطاع غزة إلى الضفة الفلسطينية وإلى القدس الشريف. هذا العدو يقطع الأوصال، يقطع الأرحام، يقطع الزيارات بيننا وبين أهالينا في الضفة المحتلة، في الجليل، في عكا، في حيفا، في يافا، في القدس. كان أهالينا في قطاع غزة سواء هنا في فلسطين، في غزة، وفي الداخل المحتل، وفي القدس، كانوا يأتون إلى قطاع غزة ليعيدوا على الأقارب وصلة الأرحام. وبالتالي كذلك أهالينا في قطاع غزة كانوا يذهبون إلى الأقارب هناك ليعيدوا وليفرحوا، ولكن هذا الاحتلال ينغص على أبناء شعبنا طيب الفلسطيني سيد معاوية، ولزاما. حلويات في العيد، حلويات فلسطينية مشهورة في العيد، ماذا تذكر لنا؟ ما أجمل هذه الحلويات سيدي الفاضل، نتمنى أن تكونوا بيننا وبين أهليكم في قطاع غزة وفي فلسطين بالتحديد. هذه حلويات جميلة، حلويات الكنافة العربية والكنافة النابلسية النابلسية، نعم نعم، وهناك أيضا كنافة نسميها بالمبرومة، وهناك أيضا البسبوسة، وهناك أيضا حلويات جميلة تشتهر بها غزة ويشتهر فيها في أهلينا في معجنات خاصة تعجن خاصة في نعم العيد، يعني غير الحلويات المعروفة. نعم نعم في حلويات جدا كنت أتمنى أن نستضيفكم هنا في قطاع غزة وفي بيتنا المتواضع،
بأن تكونوا معنا في هذا العيد، وإخواننا جميع الإخوة العاملين في هذه القناة التي نحبها، قناة بارك الله التناصح، فيك. أن تكونوا معنا وأن تفطروا معنا من خلال المعجنات، الخبز وعجين والفطير بالسبانخ والحلويات المشهورة الفلسطينية الجميلة جدا. لذلك نتمنى من الله عز وجل أن يكون التحرير قريب، لأجل أن تكونوا بيننا وتصلوا صلاة العيد بيننا في نعم، أكناف البيت هذا ما المقدس، في نرجوه، باحات نسأل المسجد الله أن الأقصى يفرج عن أهل فلسطين المبارك. وأن يرزقنا زيارتهم، زيارة المسجد الأقصى اللهم آمين، والصلاة فيه اللهم آمين، وزيارة أهلنا في فلسطين. شكرا لك سيد معاوية اللهم الصوفي، آمين. كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت جزاكم الله خيرا، بألف خير، وأهلنا في فلسطين وكل عام بألف خير أيضا. وأنت بخير. سيد زهير، إذا عدنا للمغرب، أنا سألت كثير عن تفاصيل في المغرب نعم سامحني، ولكن اليوم عيد، يعني حابين نعرف صح، أكثر ما نستطيع من عندك عادات. قدرتك يا سيدي، خذ أنت اليوم طيب، يوم عيد. في كل عام وأنت بخير كمان. في التزاور في نعم المغرب مثلا، من يزور من؟ يعني أنا بعرف في بسوريا مثلا الأبناء يذهبون إلى زيارة بيت الأب أو الأم منذ الصباح تقريبا بعد الصلاة، يعني أول من يزارهم الكبار، الأب والأم، وبعدها إذا كان الأب والأم ليسوا على قيد الحياة يزار الأخ الكبير مثلا. هل هناك نفس العادات في المغرب؟ تقريبا نحن في بيتنا، مع اللي ذكرتي موجود في بيتنا، لأنه أبي هو أكبر إخوانه، ثم أنه جدتي أمه وأم تعيش إخوانه معه. فتعيش معه، وبالتالي كل هي الشبع ونحن في نفس كل المدينة. الأسباب يعني تجمع على بيت نعم، أبي. وعماتي تقريبا في نفس المدينة كلها، فبالتالي يجتمعون في البيت عندنا. يعني نقول الزيارة تكون بعد الذبح إن صح التعبير، بعد الذبح الأضحية يكون هناك زيارة في الغالب. لكن نحن مثلا عندما أذهب أنا وأخي مثلا إلى المصلى، لتكون مساحة كبيرة جدا يجتمع فيها أهل المدينة كلها، ليس مثل المسجد اللي يجمع فيه أهل المنطقة، فيكون كل عندما نأتي نفعل زيارات خفيفة هكذا لعمات وكذا، وإحنا مارين في الطريق هكذا. في طريق العودة من الصلاة. نعم، لكي لا نتعطل كثير على الذبح، لأنه مباشرة نذبح، ثم هناك تعرف أنه الأجواء العيد، وهناك نحن نذبح، يعني أنا وأخي وأبي والحمد لله في البيت، فيكون تقليدي هذا، فنذبح ثم نساعد في الأضحية وكذا إلى آخره، ثم من بعد يكون الشيء أو الكباب على الكبد بتاع والقلب، ويعني بتاع تكون الخروف. هناك عزومة عائلية على يكون الكبد. الأسرة هي اللي تكون أولا، ثم في العشية في المساء تأتي العمات والعائلة تأتي. هذه أكلة سريعة في الصباح يعني، نعم، أو هذه الظهر أكل يعني. سريع، نعم، مع الحلويات ومع الشاي ومع المسمن المغربي ومع كذا. هذه تكون في المساء، يكون هناك في الغالب تكون هناك زيارة للبيت عندنا، باعتبار أنه البيت الجامع، فيكون الذراع الأيمن بتاع الخروف يتم طهيه على وصناعة ما يسمى بالكسكس المغربي هكذا، يكون على الذراع الأيمن بتاع الخروف بالضرورة. المنطقة بتاعنا كما يعني قلت يجب بالوكالة أن يكون في العيد الذراع، نعم كسكس، نعم نعم الذراع الأيمن، نعم أقصد الكسكس. الطبخة، الكسكس يجب أن يكون بالعيد هناك نعم نعم، كسكس دار الكسكسي هو أساسي أساسي في العيد. بالنسبة لي، أنه منطقة أبي هي منطقة دكالة تسمى، فطبيعة الحال ينتمي إليها من بعد هو جاء للدار البيضاء، فبالتالي هذه المنطقة عندما ضمن تقاليدها بهذا الشكل، فيعيدون أو الكتف الأيمن بتاع الخروف يكون هو على الكسكس في يوم العيد. فالحمد لله الأجواء هي طيبة جدا، ما زالت هناك أجواء رغم العولمة، رغم ما يلاحظه الآن من الرأسمالية المتوحشة التي ضربت كل المجتمع العربي، لكن ولكن هذه الأجواء العربية والأجواء التقاليد ما زالت الحمد لا لله يزال محافظ عليها المسلمون وما زالت محافظين على. مستمرة. نعم، أطفال وشيوخ ونساء ورجال، الكل يكون فرحان في هذا اليوم، يكون يوم في حقيقة يوم استثنائي في المغرب. نعم، أعتقد أن هذه العادات تقريبا موحدة بين البلدان الإسلامية. دعنا نرى في سوريا، معنا عبر الهاتف باسل غنيم، عضو الهيئة العامة للائتلاف السوري. مساء الخير سيد باسل، كل عام وأنت بخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، تقبل طاعتكم. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا فيك. يعني نحن تنقلنا شوي في البلدان، نعم نتحدث عن أجواء العيد والعادات المتبعة فيه. فشو بتحكي لنا عن سوريا؟ كيف العيد بسوريا؟ كيف يستقبل السوريون العيد؟ وكيف تكون الأضاحي والعادات بشكل عام؟ حياك الله أستاذ الكريم، لك ولضيوفك الكرام المستمعين ومشاهدينا. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة في سوريا يعني أجواء العيد مختلفة تماما، يعني مع كل عيد يتم تذكر الشهداء والجرحى والغصة العالقة في حلوق الجميع، يعني التي هي المعتقلين نعم. الغائبين قسرا في سجون النظام المجرم. يعني لكن يعني بشكل عام تكون الفرحة ناقصة، تبقى ناقصة يعني بعدم حضور هؤلاء، وخاصة أن يعني نعم. السوريين، نحن في سوريا لدينا العادة أن نصلي الفجر ثم نجلس قليلا ثم يبدأ التكبير ثم تأتي الصلاة، ثم بعد ذلك تبدأ بعد الصلاة تبدأ الزيارات العائلية. يعني في ابتداء يكون هناك الحي كامل يجتمع خارج المسجد في على شكل حلقة، والجميع يسلم ويعايد على الجميع، ثم تبدأ العوائل بالاستقبال في بيت كبير العائلة، يبدأ الاستقبال العائلة ويكون هناك يعني طعام الفطور يجهز للجميع. نعم. ثم بعد ذلك تبدأ العوائل بزيارة بعضها ومع الأقارب وما إلى ذلك، وهكذا. يعني يعني طبعا في الصباح تبدأ الأضاحي وتوزيع الأضاحي. يعني من الناس من يؤجل، يعني يجعل اليوم الأول هو يوم تبريكات ويوم تلقي التهاني ويؤجل والزيارات، الأضحية ليوم آخر. نعم، ويؤجل يوم الثاني أو الثالث أو الرابع حسب العادات. نعم. البعض الآخر لا، يقول هو يعني يجب، يعني يقول يجب أن يكون في أول يوم الأضحية حتى يعني تكتمل فرحة الناس وهكذا، نعم. فيضحي في أول يوم حتى الظهر يكون تم التوزيع وكذا. ثم تبدأ عنده عادات وتقاليد العيد من زيارات وذهاب وقدوم واستقبال وتوديع وهكذا المسائل. يعني نعم. و بالحقيقة الآن يعني لكل محافظة في سوريا لها عاداتها وتقاليدها، لها أنماطها في الأعياد. لكن الآن أنت تعرف، الآن كل المحافظات مجموعة في مكانين في المحرر، يعني هي نعم مجموعة الآن نعم الناس في إدلب وفي مدينة الباب وما حولها في ريف حلب الشمالي، فتجد هناك تشكيل كبيرة من العادات والتقاليد من ال14 محافظة. هناك أناس موجودة في هذه الأماكن، والكل يمارس عاداته نعم وتقاليده ويستقبل هذه العادات ويضيف عليها وهكذا. يعني يعني لعلها تكون فرصة لتقاطع العادات والتقاليد وتصبح عادات صحيح وتقاليد موحدة ربما. صحيح، أخي هذا الشيء باسل، يجعل هناك توافق مجتمعي بين الجميع، بين جميع المحافظات. نعم، صحيح، لا شك أن هناك آلام في العيد، خاصة في سوريا، في اليمن، في تركستان، في أفغانستان، هناك نعم آلام، هناك ذكريات أليمة جدا عن الشهداء، سواء أو المعتقلين أو المختفين أو النازحين حتى واللاجئين. يعني الآلام لا تنتهي، ولكن أحببنا أن يعني أيضا العيد يعني هو شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله شعير الله شعائر الله فإنها فإنها من تقوى من القلوب. تقوى نعم القلوب. فالعيد نعم شعيرة، وعلينا أن نفرح بالعيد رغم وجود الآلام، رغم وجود معتقل أكيد على أكيد الأقل من كل أكيد أسرة وشهيد على الأقل من كل عائلة، كل أسرة. ولكن صحيح أستاذ يعني الكريم، يجب أن يصنع جو العيد. أكيد أستاذ الكريم، جو العيد يصنع، ويعني لكن الموضوع يبقى نفسي. يعني موضوع الفرحة المنقوصة هذه مسألة تبقى في داخل قلب كل أم وأخ وأخت وأب وزوجة، يعني تبقى في قلوبهم، لكن المؤكد أنهم لا يظهرونها نعم لباقي الناس. لأن كل إنسان، يعني مثل ما كما تفضلت، كل بيت فيه معتقل، فيه شهيد، فيه مختفي، فيه مأسور، فيه كذا، لذلك يعني الكل يحاول قليلا أن يتغلب على هذه الجراح وهذه الآلام، وأن يبدلها بشيء من الفرح والسرور وإظهار الشعائر وتعظيم يعني شعيرة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأن تكون يعني الأمور على أكمل وجه. نعم لكن ما يوجد في القلب لا يمكن يعني أبدا أن نقول والله نستطيع أن نتغلب عليه، لا يمكن التغلب على هذه المسألة. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي تركستان وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين ما هم فيه. اللهم آمين. بقي سؤال أخي باسل عن تفضل. التزاور في العيد، هل يجب على الأخ
الذي زاره أخوه في العيد أن يبادل الزيارة أيضا؟ هذا سؤال اختلفنا فيه مع بعض الأخوة حسب العادة يعني المتبعة، أنه إذا أنا زرتك في العيد وعايدتك لازم ترجع تزورني وتعيدني بنفس العيد. في مجتمعنا لا يجب هذه الأمر. في مجتمعنا هناك الأخ الأكبر أو الأب، الكل يأتي إليه. نعم. يأتي إلى بيته يزوره، هو لا يزور أحد، هو أصلا يجلس في بيته، الكل يأتي إليه. ربما توجد هذه العادة يعني في بعض المجتمعات الأخرى، أما في مجتمعنا لا توجد هذه العادة. يعني عندنا الأخ الكبير يكتفى بزيارة الكبير. نعم. نعم. إما بيت الأب والأم يعني أو عند الأخ الكبير. تماما، يعني يجتمع عنده الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات جميعا في هذا البيت، يتزاورون، يسلمون على بعضهم، يباركون لبعضهم. ربما تأتي صلاة الظهر، يوضع طعام الغداء عنده، الجميع يأكل وثم الجميع ينصرف إلى شؤونه، أو مثلا إلى صلاة العصر وتنتهي المسألة والكل يذهب. لأن تعرف أنت الكل يعني الكل متزوج، وهناك أخوال للأطفال وأخوة للزوجة لابد أيضا أن يذهب إليهم، وهكذا تبدأ. ولكن الحلقة الأولى تبدأ من بيت الأخ الأكبر أو بيت الأب والأم. نعم. ماذا عن الحلويات في العيد؟ لو تسمينا بعض الحلويات السورية المشهورة الخاصة في العيد. يعني أكثر ما يوزع طبعا، بعض مجتمعاتنا لديها عادة أن كل أخ أو أخت يجب أن يصل إليه إلى بيته. لو جاء إليك ترسل إليه أحد الأولاد، يرسل إليه إلى بيته مثلا كيلو أو كيلوين مثلا من الحلويات. هذه حلويات العيد يجب أن تكون عنده. أكثر ما يوزع في هذه المسائل يوزع مثلا المعمول مثلا بشقيه بالعجوة في السوق الحلبي، يوزع البرازق، توزع وهذه الغريبة وما إلى ذلك. هذا أكثر ما يوزع، ويعمل في البيت الرز بحليب والمهلبية، ويعني حسب طبعاً هذا يبقى لأهل البيت. نعم طبعا هذا يبقى لأهل البيت أكيد يعني، ولا بد من بعض السكاكر وما إلى ذلك والشوكولا. هذا لا يوزع، هذا يبقى في البيت ضيافة. نعم. بالإضافة بعض الناس يحضر الحلويات العربية مثلا البلورية وما إلى ذلك والمبرومة، ويعني يكون هذا في البيت للضيوف، يعني يستقبل به الضيوف. نعم. باسل غنيم عضو الهيئة العليا للائتلاف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير أستاذ الكريم، لك ولجميع المشاهدين. نختم معك أستاذ زهير، يعني في كلمة بمناسبة العيد للأمة الإسلامية. نعم، احنا من خلال هذه الشهادات بتاع الضيوف حقها، هناك أمال وهناك آلام. يبدو أن الآلام أكثر من الأمال. أملنا أن يكون هذا العيد يعني فرصة وانطلاقة جديدة للأمة العربية والإسلامية، لأن الآلام كثيرة طبعا، لكن لا ننسى أن هناك أمال موجودة في الله سبحانه في هذه الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. نعم. وهنا يعطينا النظرة الاستشرافية رسول الله أن هناك أمل في هذه الحياة، رغم أن القيامة قامت مهما كانت آلامك يعني ومصائبك نعم. فهذا فلابد، لأنه هذا النفسية يعني المتدمرة والنفسية الانهزامية ممكن تؤثر علينا ونحن وتؤثر على أبنائنا وتأثر على فاحنا نعم كين ألم، لكن أيضا بقوتنا بإرادتنا بصلابتنا إن شاء الله سنتجاوز. ولا شك أن هناك أمم كبيرة جدا كانت أيضا متأزمة، ألمانيا واليابان وكثير من الدول كانت متأزمة، كانت متدمرة، خرجت ضعيفة، خرجت متهاونة، لكن رغم ذلك قامت برجالها، قامت بأطفالها، قامت بنسائها، قامت بكل ما تملك. الإرادة هي كل شيء. إذا هزمت هذه الإرادة وإذا عشش فينا الخوف، هذه هي الهزيمة الكبرى. أما إذا الحمد لله الأمل موجود والإرادة موجودة، بلا شك سننطلق من جديد. ولا شك أن الدنيا دول، أن الحياة دول، ولا شك أنه لكل أمة لابد أن هناك دورة خلدونية، لابد أن يكون هناك تقدم وقيمة منهزم. فإحنا نحن لابد أن نستعد. فهذا الإنزام إذا انهزمنا نفسيا فهذا هو الأخطر في اعتقادي. هناك أمل في الله سبحانه وتعالى، هناك أمل. هذه الشعيرة بتاع العيد الأضحى تعطينا هذا الأمل، تعطينا هذه الفرحة والسرور لكي نقول أن هناك ما زال أمل في هذه الحياة. نعم، ما زال الأمل. وشكرا جزيلا لك زهير عطوف، الكاتب والباحث من المغرب، شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة الطيبة. تجولنا في عدة بلدان، استطلعنا بعض أجواء العيد وعاداته في اللباس وفي الحلويات وفي الزيارات وفي الآلام والآمال أيضا. نسأل الله أن يفرج عنكم وأن يعيد هذا العيد عليكم بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا